صبحكم بالخير. بالحقيقة ما كنت بدي أعمل الفيديو، بس نجبرت وقت اللي حسن نصر الله حكى اليوم. فلذلك الفيديو بدي أشرح لكم شو هي خطة. أولا كان إلي شرف فتحت البريد بارح المساء ولقيت رئيسة المجلس Speakers of the House مودت لي هالصورة، السيدة نانسي بولوزي. بالحقيقة ما بستاهل هيك، بس حبيت حطكم بالجو مشان تشوفوا هالصورة الحلوة. فكتبت لي قلت لي House Democrat will never back down. Thanks for having our backs. نانسي بولوزي. ما بستاهل، ولكن شكرا مدام Speakers of the House. حسن نصر الله هيك بتتمرجل على هاللبنانيين، قول انت باطني خبس كذب احتيال غدر خياني قطر. كلب اللي بيوعى اللي بيعوعى ما بيعض. لو عندك صواريخ وفيك تنزل وكذا كنت نزلتها من زمان. انتو الايرانيين طموحن كتير، مثل ولد بيبقى عنده طموح كتير بيدمر بيتهم. اما بعد لليوم بعد المخابرات الأمريكية والإسرائيلية بتجتمع هي والمخابرات الإيرانية لليوم لليوم. شو بده حسن نصر الله من كل هالوعى وهالجعور اللي عاملوا على اللبنانيين؟ ليكو أشي القصة، استعملها حافظ الأسد. اولا استعملوها الايرانيين، حافظ الاسد استعملها قبل من نعلمني اياها. بال 67 كان صلاح جديد ما بدنا نحكي عنه، وكان عبد الحليم خدام وحافظ القنيطره ما بدنا نحكي عنه. بال 73 بعد ما استلم بال 70 حافظ الاسد دخل بالحرب ال 73 بالجيش الصوري، فات لجوات الجولان. ما في ولا جندي اسرائيلي، ما في جندي اسرائيلي. يعني حافظ الاسد شحن اتصلوا بالقياده وقالوا لهم انه ما في حدا بالجولان، فتنا نحن. زعل حافظ الاسد، مين عطوكن الاوامر تتفوتها؟ انسحبه. وفوت الجيش السوري صفى كل الوطنيين، كل الضباط الوطنيين من خلف، الطلن كل من خلف، أكثريتنا من المسيحيين والبقي سنة ودروز وإسماعيليين، صفيهم كلهم وحملوهم بشوارع دمشق. يا وطنيين في الدفاع ضد العدو، أي عدو خذوا كلام. حسن نصر الله مقاومة وعدو، خذوا كلام. عفوا، شو اللي صار؟ نفس الشيء الإيرانيين، كلكم بتتذكروا مصطفى شمران. صفوا كل الوطنيين الإيرانيين والشيعة يلي هني من وجهة نظر أو تلاميذ لموسى الصدر وتمرنوا بلبنان على يده وكذا، صفوهم كلهم. كان وزير دفاع مصطفى شمران قتلوهم خلف. هيدا الغدر والخيانة هيدي كلها استعملها ميشيل عان. هيدا ميشيل عان المجوي الخوين العيب. خلوني بس هون بين هلالين، عيب عليك البترك المارونة، انت بشورى الراعي، عيب عليك.
لك حلوي الخيانة وحلوي الانتهازية، ولك ما في انتهازة إلا صور عندك ببكركي. مش بدك وحدة بيقرف والله بقرف، بس عيب عليك بقى بالوعظات تسكر رئاسي الجمهورية. ما في شيء اسمه رئيس جمهورية بلبنان. في إرهابي كبير اسمه حسن نصر الله، ومعين هوليك كل الموصفين عنده، منهن ميشيل عون، بخبسك انت بالباطنية تبعك بتجيب تقول فخامة الرئيس. مين هو الفخامة ومين هو الرئيس؟ عيب عليك. فيك تقول المسؤولين اللبنانيين لو إلك بيضوت، انت البترك الموروني لو إلك بيضوت، المسؤولين اللبنانيين خدوا مسؤوليات كانوا شكلوا حكومة. فخامة الرئيس عم بتبخر السيكل هلو عديمور لبنان. طيب ميشيل عون استعمل نفس الاسلوب تبع حافظ الاسد، هيئ الجيش اللبناني، وهذا صحيح ضد الميليشيات. اي جيش لبناني، اي جيش وطني تكيف الجيش اللبناني ضد الميليشيات. ليش؟ لانه جيش لحماية الوطن والنظام. إذا خير بين النظام، بين النظام والمواطن اللبناني، هو مع المواطن اللبناني قبل النظام. هذا الجيش اللبناني، السيفلين والمنحطين والمسخين. بك تفرجوا تفرجوا بيستقبلوا واحد، والواحد جاي جاي عب عبده تيقوبيل اللي معينه حسن نصر الله اسمه ميشيل عون، ولك ثلاثة مدنيين وعسكريين بيمشوا وبيبدلتن العسكريين مع هالرجال. عشو ثلاثة؟ وليش عسكريين؟ وين مدير التشريفات المدني؟ شو عمل؟ خبيهن كلن بالسكنات هول هالانتهازيين، ودفش هالجيش اللبناني الوطني الكبير اللي مؤمنين بوطنهم لتوقيف الميليشيات، نفذه تيدبحن للوطنيين الضباط ويحط الدم المواطنين برابطه. ميشيل عون، ميشيل عون نفس الشيء. هلأ حسن نصر الله، أرجو الجيش اللبناني يسمع هالشيء. ليكو أشي خصة حسن نصر الله، خبز كذب احتيال غدر غياني قتل. قلتلكن هيدي أول مين استعملها بباريس، هيك أنا اللبنانيين خدوا دواوين وبيعدوا، كل من بينسب شيء لقلوا المنيح، والمنو منيح بيوصله قول هو شاطر بيرضي. طيب خلوني كفيلكم، بده يفتح معركة مع دولة إسرائيل، وبيعلن ميشيل عون وين الدولة، مثل ما هو بيقول وين الدولة، الدولة جي تحمل مسؤوليتها وقت اللي بده، وقت اللي بده بيركعها للدولة، وبيجرد الجيش اللبناني مصلحة. الجيش اللبناني تفضل دافع عن وطنك، كلكن بتعرفوا الجيش اللبناني مخرضه، وفي ضباط متعينين من قبل السناء الشيعي بالمدرسة الحربية اخذين مراكز كبيرة. كي هول بيضلوا ما بيتحركوا، ومع الجنود هن اللي معينينه، وبدن الوطنيين والشرفاء على صورة ومثال فرانسوا الحاج وسام الحسن وسام عيد سامر حنة، بدو ياهن هول يتصفوا كلهم عن يد الإسرائيلي. بيعطي الأمر الوطني الكبير اللي بيهمه وطنه والسيادة والاستقلال ميشيل عون الجيش الدوخل وواجه تيتدمر الجيش اللبناني. هيدي كلها سوا هلو. مشان هيك شو عم بطلب منكم؟ شغلي بسيطة كتير، ولاد طرابلس بالذات انتو الوطنيين الكبار اللي انا عشت معكن وربينا عنكم، انتو الاساس. حطوا العلم اللبناني على البلكونات بطرابلس، حتى هيدي هالقضية اللي محوتتك كلها من عكار الى الضنية الى صغرتة الى بشري الى الكورة الى البترون، يحطوا الاعلام اللبنانية عشبيبيكم. هيدي المؤامرة اللي بدهم ينفذوها. بعدين شو بيجيبوا؟ بيجيبوا العملة، قتلوا كلهم،
تنقتل هالجيوش الوطنية اللبنانية، هالضباط الوطنيين اللبنانيين، بدهم يضربوا الجيش، هذا أهم شيء، الوطنيين اللي فيه. ساعتها بيعملوا بيفوتوا الميليشيات تبعهم، والدفع بيكون من حزب الله، الميزانية مكموشي، وزير دفاع بيجي مثل محسن دلول لألون، مثل ما كان محسن دلول، وبيضرب ايده وبيركبوا الفيلم. بتفوت الميليشيات اللي هي بمرنوها ومرنين شوي من نهلو، ممثلين بالمردة، بالمردة دعين هالاسم فيهم، بهول الزعرون، الزعرون الشبيحة عن بيت سليمان فرنجية فيهن ياكلو، بيفوتوا هون وبيفوتوا طبعا الطيار الغير وطني والغير حل جبران بيسيل، وهول العملاء وهيك بدهم. هيدي كلها سوا ضرب الوطنيين بالجيش اللبناني، حتى يقولوا لدولة أمريكا، لدول السبعة الصناعية بقيادة الولايات المتحدة، ايه ساعد الجيش، صور الجيش بإيدهم، كل شيء بإيدهم، كل الوطنيين بالجيش بدهم يقتلون، مثل ما قتلوا فرانسوا الحج ووسام الحسن ووسام عيد وسام الحنة. وأهلا وسهلا فيك، انت طولت عليكم، بس هاي الحقيقة، هاي الحقيقة كلها اللي عم بيعملها حسن نصر الله، ما بينزل واحد من حزب الله على المعركة، هيدا جيشه بيضل له. شو قال حافظ الأسد؟ النظام قبل الأرض. هاي بيه كله، بكل اللعبة ها هي والله خدوه. ما هو مطلوب مني؟ بدعي الثورة السورية، انتو والبيسلين، انتو هذه الثورة العظيمة الكبيرة، ان كنت تعلنوا نحن مستعدين لأي حرب ان نكون الى جانب دولة اسرائيل. اعلنوا انتو الثورة السورية، انتو الشعب اللي بالمخيمات صاروا بيحرقوا لكن المخيمات وجبرون بيسيل، انتو عملاء هو بقرة المال، قوموا هذا الدور لألكن هلو، قوموا القيادي 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 من المخيمات، قوموا وقولوا نحن سنقاتل إلى جانب دولة إسرائيل ضد الإرهابيين الممثلين بنظام إيران سوريا والحشد الشعبي وحزب الله وعملائهم بأمركم. وأهلا وسهلا فيكم. برجع بقول كلمة شهيرة اسمعوها، أكبر منك بكتير طه ونجيب ميقاتي، ترك عمر بن خطاب، والله معكن سعد الحريري، أكبر منكم بيت الحريري وطه ونجيب ميقاتي، تركعوا عمر بن خطاب على مدارج الضاحية، أكبر منكم بكتير، طمنوا بيلكم. أهلا وسهلا فيكم.